مساء الخير، مرحبا بكم في العدد 20 من الناس الهوند. كما لاحظتوا بدينا في غير على غير العاده وغير الوقت، مش ننسينا نبدا معكم بدايه من السته، لكن نبدا قبل ربع ساعه. ليش؟ لانه الحدث يفرض نفسه، لانه الاسبوع القادم ان شاء الله الحدث عند عائله كره اليد وعند الرياضيين بصفه عامه وانتخابات الجامعه التونسيه لكره اليد. هذا هو موضوع حديثنا اللي باش نحكيوا فيه بشكل كبير اليوم. باش نحكيوا على انتخابات جامعه كره اليد بحضور الثلاثه رؤساء القائمات المرشحه لانتخابات الجامعه ان شاء الله. باش يحكيوا على برنامج نجم الانتخاب. هذا الموضوع نتاعنا اليوم كما قلنا تقريبا لمده ساعه كل الحديث، لكن زاد ما يمنعش اللي باش نحكيه ان شاء الله بعد لحظات على المنتخب الوطني التونسي وتربص دوره لندن. كيف نحكيه على اخبار كره اليد. بل هذا نرحب سلمونجي البنيني. سلمونجي مرحبا بك. مرحبا فيك. في انتظار ان يلتحقوا بنا بعد شويه ثلاثه رؤساء القائمات، ايضا ثلاثه من زملائنا الاعلاميين تكتشفهم ان شاء الله من بعد شويه. لكن هذا كما قلنا نحكيوا على المنتخب الوطني. نعطيكم ونذكركم بنتائج دوره انجلترا اللي فاز بها المنتخب الوطني التونسي. نتائج كان المنتخب فاز في المقابله الاولى على كوريا الجنوبيه بنتيجه 30-25. المنتخب التونسي فاز على انجلترا بنتيجه عريضه 41-15 وتعادل في المقابله الثالثه مع منتخب الارجنتين 23-23. هذه البدايه مع المنتخب الوطني. بقيت أخبار الكرة اليد طيلة الأسبوع هذا تبعها مع قيس الفريني. فاز المنتخب التونسي ببطولة لندن الدولية الودية بقاعة كريستال بالاس اللي باش تحتضن مباريات الأولمبياد، بعد ما فاز على المنتخب الكوري 30-25 وعلى المنتخب الأنجليزي 41-15 وتعادل مع الأرجنتين 23-23. المنتخب التونسي كان تقابل قبل الدورة هذه في تونس مع المنتخب البرازيلي في لقاء ودي وفاز بنتيجة 26-23 بمشاركة اللاعبين المحترفين في فرنسا باستثناء التويتي وبوسنينة اللي التحقوا بالمنتخب في لندن. فشل المنتخب الجزائري لكرة اليد في التأهل لأولمبياد لندن 2012 في دورة الملحق الأولمبي اللي دارت في إسبانيا، بعد ما انهزم أمام بولونيا 27-28 رغم تقديمه لمردود رائع وتألق اللاعب هجام باركوس وسجل 8 أهداف. المباراة الثانية انهزم فيها الخضر أمام إسبانيا بنتيجة 28-20 وين تبينت موازين القوى رغم تألق لاعب نونت الفرنسي محمد المقراني. المنتخب الجزائري واجه اليوم لحد المنتخب الصربي في مباراة شكلية. نبقاو مع دورات الملحق الأولمبي وين عرفنا إلى حد الآن 11 منتخب مترشح للأولمبياد، بعد ما تأهل السويد والمجر من دورة السويد وفازوا على مقدونيا والبرازيل، وتأهلت كرواتيا وإيزلندا من دورة كرواتيا بعد ما فازوا على اليابان والشيلي. وهكا تكون المنتخبات المترشحة أنجلترا كبلد منظم، الدنمارك بطل أوروبا، تونس بطل إفريقيا، كوريا بطل آسيا، الأرجنتين بطل أمريكا، بالإضافة إلى كل من السويد المجر كرواتيا وإسبانيا في انتظار التعرف اليوم على آخر منتخب بين بولونيا وصربيا. توصلت في الأسبوع الماضي الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة لانتخابات كرة اليد اللي باش تدور يوم الأحد 15 أفريل، وين عقدت قائمة السيد محسن جبارة يوم الثلاثاء لقاء إعلامي بالعاصمة وقدمت برنامجها اللي تمحور في 6 نقاط، وقدمت كذلك تركيبة أعضائها بحضور عدد من الصحفيين والوجوه المعروفة في كرة اليد. وعقدت كذلك قائمة السيد علي فرحات لقاء إعلامي قدمت فيه برنامجها اللي يتمحور في 12 نقطة بالإضافة لتقديمها للأعضاء، وكان الحضور كذلك هام لعدد من الإعلاميين واللاعبين القدامى والحكام. وافق فريق سيسون الفرنسي على تسريح لاعب وائل الحري في شكل إعارة بمدة 10 أيام للنادي الإفريقي بمناسبة البطولة الإفريقية للأندية اللي نظمها الإفريقي من 20 إلى 30 أفريل. وكان وائل الحري أكد لنا الخبر وقال أنه باش يجي لتونس نهار 22 أفريل بعد ما يخوض مباراة فريق سيسون أمام إيفري لحساب البطولة الفرنسية نهار 21 أفريل. وائل الحري اللي يبلغ من العمر 32 سنة سبق له تقمص ألوان النادي الإفريقي قبل تحوله إلى الترجي ثم إلى تجربة الاحتراف بأوروبا. كانت هذه أهم أخبار كرة اليد طيلة الأسبوع. هذا ممكن أهم أخبار هو فوز المنتخب الوطني التونسي بدورة أنجلترا الدولية الودية. سيمونجي نحكي على المنتخب اللي قاعد يحضر الأولمبياد بعد ما لعب مقابلة ودية ضد البرازيل لعب دورة أنجلترا. رأيك في المنتخب الوطني بعد مريناه الناس كل في الكان الأخيرة في المغرب؟ صحيح فهمي، المنتخب التونسي اغتنم فرصة معتها كجورني متاع الفيفا اللي فيها الكاليفيكاسيون متاع الجوز أولمبيك، وقام زوز مقابلات قبل ما يتحول إلى لندن مع البرازيل، وكنا تبعنا المقابلة الأولى. وهذه فرصة للاعبين باش خاصة المحليين باش يرتقيوا المستوى الدولي. كانت فرصة لنا بورت باش لم الفريق الكل بعد بطولة أفريقيا، وكانت نقول أن الدورة كانت ناجحة
فزنا بها صحيح، لكن نقول اللي المستوى خاصة في المقابلة الأخرين ما كانش كبير ياسر، نظرا اللي فماش بريسيون ما فماش أنجو في وسط الدورة. بون دورة دولية صحيح، لكن فما نقطة أيضا نصور أنا لابورت قاعد يركز عليها، هي المجموعة واختيار اللاعبين. شفناه شارك عدد اللاعبين الكل معناتها في المقابلة هذوما ثلاثة، اللي فما قائمة يلزم يكون 14 لاعب موجودة في معناتها في دورة لندرا. سو كيفية ألان بورت بدا ملتوي يخمم في الإفكتيف، بدا يخمم في البوليفالونس بتاع اللاعبين، شكون اللاعبين في اللي بوست في المركز اللي نجم يلعب له زوز معناتها دو بوست أو ميم طون. صحيح كانت بالنسبة لي هو تيست، كانت بالنسبة للاعبين الكل معناتها تجربة، ونقول اللي ديما الدورات هذوما يعطيو بالإفادة للمنتخب التونسي. نجموا نحكي ولا لحمة صارت ولا معش نجموا نحكي ولا لحمة ولات أمور عادية بين اللاعبين اللي نشطوا في تونس واللاعبين نشطوا في اللحمه توجدت فاهمي في خلال بطوله افريقيا. نقول اللي سي لا كونتينيتي دو ترافاي، نقول اللي التواصل العمل سواء ما في اللاعبين اللي موجودين هنا في تونس واللي موجودين برا وكي تلقاو بعضهم، نقول اللي اللحمه تمشي تولي تعطي بيرفورمانس اكثر منها معناتها روداج. نقول اللي ليكيب ناسيونال بتاعنا ماشي في معناتها في فاز اسوندونت، اللاعبين المحترفين واللاعبين زاد المحليين اللي قاعدين الناس كل تعطي فيه معناتها مردود طيب سواء في بطولاتهم الموجوده هنا ولا في بطولات معناتها الموجوده في معناتها في فرنسا او في البلدان الاخرين. ان شاء الله بالله التوفيق للمنتخب الوطني، واكيد ان شاء الله مش تابعوا اخبار المنتخب من هنا حتى لنكون حاضر كما يلزم في الاولمبياد القادمه في الصيف في لندن. نحكي على البطوله الوطنيه، لكن المره دي نحكي على القسم الوطني باهم مصارف الجوله الثالثه. شهدت الجولة الثالثة من القسم الوطني بي صراع كبير من أجل الصعود، حيث عرفت مجموعة البلاي أوف منافسة حديدية إذ تمكن نصرة بولبا من الفوز على نادي أريانا في عقل داره بنتيجة 26-24. La victoire d'aujourd'hui, elle nous permet de reprendre notre place de leader. Tu m'en seras premier, inshallah. Cette semaine, nous avons la première place au marathon de la saison. Donc, le moyen d'âge des joueurs est tout le plus 20-21 سنة، ضغط كثر عليهم برشا، واليوم الحظ كان لهم هما يسون بريباري لور ماتش يمكن خير منا، عندهم جور ديكسبيريونس اون بلوس. وبعد مباراة جد مثيرة تمكن أبناء البقلاوة من تحقيق فوز ثمين خارج الديار على منافسه الملعب النابلي لتنتهي المباراة بنتيجة 17-23. تحس الأولاد معناتها يلعبوا بلاش قلب، ما مشى شيء ما مشى شيء. والأول ما لقيناش لي روبير نتاعنا، أما ديزيمي تان الحمد لله ربي بالجرينتا والأولاد طلعوا رجال، جبناه الماتش بقدرة ربي إن شاء الله نكملوا كي إن شاء الله ناسيونال إن شاء الله. وعلى عكس جار الملعب النابلي تمكن نادي بعث بني خيار من الفوز في ميدانه على النادي البنزرتي لتنتهي المباراة بنتيجة 30-27. براتيكمون عملنا روندمون باهي اليوم، الأولاد ما قصروش يعطيهم الصحة. بعث بني خيار جمعية كبيرة وعندها تقاليد كبيرة في كرة اليد، مبروك عليهم. كنا تعبين بدنيا اليوم نظرا لعبنا وسط الجمعة ولعبنا ويكان، مي الحمد لله يا ربي وفقنا يا ربي وفقنا ربي بالجرينتا وبالقلايب ورجعنا في المقابلة وربحنا. وتمكن الهلال مساكن من الانتصار على جارو نادي الهلال بنتيجة 28-24، وتبقى الوضعية الغامضة في البلاي اوف في انتظار قرار الرابطل متعلق مباراة نصرة بولبا وبعث بني خيار اللي توقفت يوم الاربعاء الماضي قبل دقيقتين ونص من نهايتها على نتيجة 23-20 لصالح بني خيار. وفي ظل الروايات المتضاربة من الفريقين يبقى تقرير طاقم التحكيم هو الفيصل. مازالوا 3 دقائق رجعنا عليهم في السكور ولينا 3 بوان، ما رعنا كان التيار الكهربائي في السالة معناها قس مستيق زادة فهمني عن حدا شهادة نتاعنا تستيق. فما جماهير دخلت للقاع قص الضوء والضوء جو بريسيز تقص كان على الارض جو. وما سجلناه فيما يخص مجموعة البلاي اوت هزيمة جندوبة الرياضية أمام نادي سيدي بوزيد في سيدي بوزيد نتيجة 37-30، الشيء اللي خلي جندوبة على مشارف القسم الشرفي، في حين حقق سبورتينغ بن عروس انتصار ثمين على حساب شبيبة القيروان 22-21. انتصار ذا خلينا نلعبوا مرتاحين معناها الاخر الموسم، ومعناها بليك ثلاث شوف ولاد صغار نلعبوا معناها زيد يخلي باش نطلع اكثر ولاد صغار ونعملوا جمعيه للمستقبل. سكور قريب البعض 1 بوان 2 بوان خذين عليهم اللي سيملوا احنا ليكار 3 بوان بعدهم رجعوا مي كاو لازم نزيدوا نخدم على رواحنا وكاو. وتمكن فريق ساقي تزيد من الفوز على شبيبة المعموره بفارق عريض 39-28. بطولة القسم الوطني بتقرير شيماء شمام. سلمونجي شنو نجمو نستنتجو شنو أهم ملاحظاتك بالنسبة للجولة هذه؟ والله الجولة هذه تميزت اللي كونوا خمسة فرق ولاو يلعبوا معناتها من أجل الصعود. معناتها احنا حكينا قبل على السيستم نتاع البطولة الوطنية باء وكنا راهو سيستم اكسترا اوردينير معناتها خارق العادة يخلي الناس كل معناتها كونسرني. نشوفوا اللي من 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 معناتها الجولة لجولة المجموعة نتاع اللي تلعب على الصعود القسم الوطني أ قربت ولات في أربع نقاط معناتها خمسة فرق، وقلنا ورينا مقابلات معناتها
فريمون نتاع ناسيونال ا اللي قاعده تلعب ما بين سورتو ما بين الخمسه الجمعيات هذوما اللي موجودين. بالطبيعه هذه كان بخصوص بطوله القسم الوطني بي. مشكور سي المنجي باش توري الامور نتاع انتخابات بالنسبه للجامعه. دونك بعد نعطيكم ممكن قبل نمشيو بعد شويه نبداو نحكيو على انتخابات الجامعه نعطيكم بعض النتائج نعاودو نذكروا بها لانه اكيد تابعتوا في التقرير النتائج كيفاش كانت. هلال المساكن فاز على النادي الهلالي 28-24 الملعب النابلسي الهزامه من الملعب التونسي 23-17 نادي اريانا كان انهزم من نصر طبلبه نتيجه 26-24 وبعض النخار فاز على النادي البنزرتي 30-27 زاد كيف بالنسبه للبلاي اوت سبورتنيك بن عروس فاز على شبيبه القراوين 22-21 نادي سقيط الزيت فاز على شبيبه المعموره 29-28 وامل سيدي بوزيد وجندوبه الرياضيه الفوز كان لنادي سيدي بوزيد. كانت هذه نتائج الجوله الثالثه مرحله البلاي اوف البلاي اوت بالنسبه لبطوله القسم الوطني. قلت المنجي بعد شويه الحديث باش يولي انتخابات جامعه كره اليد دونك نتصور باش نحكيو على بعد شويه باش يكونوا حاضرين معنا ثلاثة رؤساء القائمات الحديث في كل برنامجهم الانتخابي اللحظات ورجعنا معكم كالعادة على قناة نسمة في نفوشكم شكون رئيس الجامعة الجديدة لجامعة كرة اليد إن شاء الله اللي جابه شكون 15 أفريل لكن هذا ما منعش اللي ثم ثلاثة قائمات ترشحوا بصفة رسمية لانتخابات الجامعة ممثل القائمات برؤسائهم حاضرين معنا الثلاثة نرحبوا بهم بالطبيعة لكن بطريقة اللي مدوا فيها الإيداع الملفات نتاعهم في اللجنة الأولمبية. نبدأ رحبوا بسي كريم الهلالي. سي كريم مرحبا بك. مرحبا بك. يا أول قائمة كانت أدعت الملف نتاعها مرحبا بك. سي علي فرحات القائمة الثانية من ناحية إيداع الملف مرحبا بك سي علي فرحات. مرحبا بك. أيضا سي محسن جبارة الرئيس القائمة الثالثة مرحبا بك سي محسن. مرحبا بك. أيضا سعداء بحضور زملائنا على اليمين سي سلاح بوذينة مرحبا بك. مرحبا. كيف سي لطفي لقت إعلامي وقانوني في نفس الوقت مرحبا بك سي لطفي. زميلنا ستار ساسي مرحبا بك. بالطبيعة نحب نفهم حاجة لكم أنتم أنه طريقة خاصة باش يصير فيها الحوار اليوم لكن أهم من هذا الكل أنه لاحظتوا حضور ثلاثة رؤساء للقائمات حضور ثلاثة من الزملاء الإعلاميين هذا لأول مرة بالطريقة هذه هذا علاش من أجل الحرفية من أجل الحيادية باش نحكيوا على كل قائمة بطريقة واضحة دون انتماء أي قائمة هذه حاجة واضحة وبطبيعة الرأي الأخير يكون للأندية نهار 15 أفريل وقت اللي باش تصوت. حاجة أخرى المنبر هذا مش للفوضى للنقاش الواضح للنقاش الراقي باش يكون نقاش يعني على مستوى عالي لا للفوضى لا للترشق بالتهم وهذا شعارنا والكلام موزع خاصة لثلاثة رؤساء القائمات باش تبدأ الأمور واضحة. أيضا بالنسبة لكيف كيف الزملائنا الإعلاميين باش نبداو واضحة سي سلاح سي لطفي وسي الطاهر أنه كلكم كل واحد عنده الحق في سؤال في الموضوع اللي باش نطرحوه بعد شوية ثم ترتيب ثم أولوية باش يتم سي سلاح عنده هو الأول باش يسأل من بعد سي لطفي لرقد سي طاهر سيسي ربما تقولوا علاش لأنه عملنا عملية قرعة وجات الترتيب هذا سي سلاح بعد سي لطفي بعد سي طاهر سيسي. مثلا نعطيكم مثال بسيط الموضوع باش نحكيو فيه بعد شوية سي سلاح هو يسأل الأول يختار واحد من رؤساء القائمات يسألوا سؤال من بعد يكون سي لطفي الثاني هو اللي يسأل لكن ما عندوش الحق باش يسأل اللي كان سأله سي سلاح ومن بعد يجي سي طاهر سيسي ومن بعد المركز الأول يولي يرجع لسي لطفي ومن بعد يكون سي طاهر. هذا بكل وقت اللي نحكيه على كل موضوع وحده هكا باش تبدا الأمور. أيضا بالنسبة لرؤساء القائمات الإجابة تكون في دقيقة واحدة وتوتروا الكرونو. قبل هذا عملنا لكم أنه طرحنا ثلاثة مواضيع باش نحكيه فيهم. الموضوع الأولاني هو كيفاش نعيدوا كرة اليد للعالمية. استجوبنا ثلاثة رؤساء قائمات كل واحدة لحدة ما سمعش إجابة كل معناها كل واحد حكى ما سمعش زميله في القائمة الأخرى وتابعوا التقرير هذا كيفاش كانت الإجابة على السؤال اللي كنا طرحناه كيفاش نعيد كرة اليد التونسية إلى العالمية. التونسي مش بعيدة برشا على العالمية تعرفوا معناتها منتخبنا الأكابر اللي هو بطل أفريقيا ويشارك في الألعاب الأولمبية ضمن صفة منتخبات العالم منتخب الأواسط أيضا معناتها ثالث عالميا بقينا باش نقعد في المستوى هذايا لابد أن نطور هياكلنا نطور معناتها تنظيمنا على مستوى بطولة على مستوى التكوين القاعدي في الشبان وخاصة في الأندية منظومة هذايا تاع التكوين تشكو عديد نقائص لابد من الاعتناء بها بالتوازي أيضا الإدارة الفنية الوطنية والبرمجة لابد أن تكون برمجة دسمة وتخلي معناتها منتخباتنا منذ الصغار تحتك بالمنتخبات الكبرى بصورة معناتها مسترسلة ومستمرة كذلك
التكوين معناتها ورسكلة المدربين والفنيين اللي يصرفوا على البطولة لابد أن يكون زاد بطريقة علمية، كذلك معناتها البطولة الوطنية اللي لابد أن يرتقي مستواها الفني إلى ما هو مطلوب تنظيميا وفنيا باش تخرج لنا ملاعبية في مستوى معناتها كبير اللي ينجموا يلعبوا في بطولات أوروبية ويكسبوا الخبرة ويكسبوا معناتها التجربة والنضج التكتيكي والنسق العالي. هذا اللي خلينا نكونوا ديما إن شاء الله مع مع في كوكبة العشرة الأولانيين في العالم. أيضا البنية التحتية والبنية الأساسية، القاعات، فضاءات التمارين للشبان اللي تعرف أولادنا ما يدربوش أكثر من 30 دقيقة في قاعة في أسبوع كامل، هذا معناتها ما يخليهمش يكونوا في المستوى المطلوب، وهذا كله كما قلت عمل متواصل ومسلسل وطلب نفس طويل باش نكونوا في العالمية اللي هي عندها دي زيكجيونس كبار ياسر. ماشي كلمة سهلة. كذلك حبيت نقول اللي معناتها اللاعبين يجب يكونوا معناتها مهتمين بالمسار الرياضي تاعهم ويختاروا يقوموا بخيارات صحيحة. عندنا أولاد اللي كانوا ينجموا يلعبوا في أوروبا ومشي واختاروا الخليج، وذا معناتها أثر على مسيرتهم الرياضية، لابد أن يختاروا يحطوا في خاصة الشبان يحطوا نصب أعينهم اللعب في البطولات الأوروبية اللي هي تخليهم معناتها يكونوا مستواهم يرتفع. يعني باش ترجع للعالميه معناها يلزم الانطلاق في الانطلاق العمل لازم يكون من القاعده، لازم نوفروا اطار قانوني انه اولا باش يمكننا باش نطوروا هالكره هذه، ومن بعد ندعموا العمل القاعدي للشبان ومن رياضه مدرسيه ورياضه جامعيه، لازم نعاودوا نعيدوا لهم الاعتبار نتاعهم، وهكا نجموا في المستقبل معناها نلقاو فريق او نضمنوا تواصل نتاع فريق يبدا عنده اشعاع، لانه اذا نجوا نشوفوا نلقاو فريق 2005 معناها المستوى نتاعو واللاعبين اللي بعد 2005 معناها خرجوا احترفوا في اوروبا، معناها اذا نجي نشوفوا فريق تاع اليوم نلقاوه اولا وخر في الترتيب نتاعو، ونجي نشوفوا ما نلقاوش فما تواصل ان كونتينيتي يعني في لابروفيزيونمون نتاع الفريق الوطني من لاعبين بالمستوى نتاع اللاعبين اللي قاموا بالادوار النهائيه في كاس العالم 2005. هذا هدف مرسوم من قائمتنا، ونحبوا نرجعوا الفريق القومي التونسي للعالمية والفرق القومية التونسية لإعادة إشعاع المنتخبات الوطنية على المستوى العالمي. يجب اختيار الإطارات الفنية والإدارية الكفأة، ويجب توفير الموارد المالية لها لتثبيت أسس النجاح. كذلك يجب إعادة الروح للمنتخبات الجهوية. المنتخبات الجهوية هذه عندها 4 سنين ما خدمتش. العمل على إعادة أقسام الرياضة، أنا نقول أقسام رياضة كي نعملوا يعني أكثر ولادات باش يلعبوا هاندبول، يعني انتقاء اللاعبين باش يصير ماكل ولادات هاكم. بعد مدرسة فيدرالية لحراس المرمى، هدف كبير جدا. وكذلك أنا نسعى باش نعملوا مركز انتقاء وتكوين لاعبين نخبة بتونس على غرار ما هو موجود في صفاقس والمهدية ونبل. العمل على إيجاد شراكة مع جامعات لها صيت كبير في كرة اليد، باش نتبادل الوفود، نتبادل الخبرات، نتبادل التربصات في كل الأصناف. الهدف زاد باش نعملوا احنا باش ننتدبوا مدير فني مساعد خاص بالشبان، لأنه في الفرق القومية مدير فني مساعد خاص بالشبان باش يهتم كان بأصناف الشبان للفرق القومية. انتداب فنيين أكفاء، اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف النزيف متى هجرة اللاعبين في صنف الشبان والشابات خارج الوطن. بصفة عامة التعويل على كل الكفاءات الموجودة وتكوين إطارات كفأة من ممرنين وحكام. من النقاط الهامة جدا للنهوض بالفرق القومية على المستوى العالمي هي إعادة النظر في البطولات الوطنية في جميع الأصناف.
كانت هذه إجابة ثلاثة ممثلي وثلاثة رؤساء القائمات الانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد على السؤال كيفاش نعيد كرة اليد التونسية إلى العالمية. الآن طول الأسئلة باش تكون موجهة للزملاء الصحفيين، لولاني سي سلاح من بعد سي لطفي من بعد ستار، نعاود نذكر اللعبة كيفاش أنه سي سلاح إذا كان يسأل مثلا سي كريم ما عندوش الحق باش سي لطفي ولا ستار باش يسأل سي علي، باش يعاود يسأل سي كريم عنده الحق باش يسأل سي علي ولا سي محسن. شد الأمور واضحة أيضا بالنسبة للإجابة لرؤساء القائمات باش تكون دقيقة الإجابة على كل سؤال. تفضل سي سلاح. شكرا. نحب ملاحظة عامة قبل كل شيء، حسب ما شفنا في البرامج متاع ثلاثة رؤساء قائمات نص نحقوها، وإذا حققناها حتى نحقوا 50% منها فنكون حقيقة وصلنا للعالمية التي نصبوا إليها. تبقى باش نوصلوا نحقوا النوايا هذه ثم عراقيل موضوعية وملموسة الآن، وعلى هذاك باش نتوجه بالسؤال للسي كريم نظرا لكون السؤال متاعي يتعلق بجانب هو أشار إليه وهام جدا وعايشته الجامعة التونسية لكرة اليد حاليا، وهو موضوع هجرة اللاعبين الشبان إلى الخارج وخاصة إلى الخليج، وهذا بنعتبره أنا كارثة على كرة اليد التونسية وعرقلة كبيرة جدا نحو تحقيق وبلوغ الأهداف اللي رسمها خاصة سي كريم بما أني أنا متوجه له بالسؤال. فكيف العمل سي كريم من الناحية القانونية من الناحية العملية حتى نحد من الظاهرة هذه؟ ناهيك وأنه اليوم عنا تقريب زهاء يبدو لي 30 لاعب في الخليج ما بين من 91 من عمار سنة 91 إلى 96. مع العلم أنه لابد نكمل سمحني أنه فما بعض اللاعبين اللي معناتها مركز عليهم الامبورت اليوم في السينيور واللي هما موجودين واحد على الأقل في السعودية مدة 5 شهور إلى آخر جوان، وقد يأثر كثيرا على معناتها البرنامج نتاعه اللي هو أيمن أمين بنور. واضح الفكرة، خلينا ناخذ الإجابة مع سي كريم. ذولي فهمت السؤال سي كريم. سؤال واضح وهذا مطروح، مشكل مطروح، مشكل مشكل كرة اليد في العالم هو كونها تفرق ما بين الهواية والاحتراف. كرة اليد العالمية تقوم على الاحتراف، والقوانين اللي تنظم كرة اليد العالمية تقوم على الاحتراف. اللاعب إما محترف وعنده عقد أو لاعب هاوي، واللاعب الهاوي في قانون الاتحاد الدولي لكرة اليد يمكن له أن يتنقل في كل بكل حرية في أي مكان في العالم، وهذا لا جامعة ولا أي هيكل نجم يأثر عليه. أحنا شنو اللي نجم نعملوه وهذا عملناه في السابق هو التأثير على الهيكل الدولية على الاتحاد الدولي، محاولة يعني معناتها إعطاء أهمية قصوى حتى على الجانب السياسي، لأنه أصبح موضوع خطير وخطير جدا إذا كان تصبح سياسة دولة معينة باش تاخذ هالكفاءات هذية من تونس. موضوع ماهوش قانوني قدر ما هو قانون أخلاقي. في الدقيقة سي لطفي تنجم توجه بسؤال سي علي فرحات ولا سي محسن جبار. شكرا. قبل ما نتوجه بسؤال سي علي فرحات بريسيزيمون حبيت نعطي اون بوتيت اوبسرفاسيون. تحطوا على إعادة كرة اليد التونسية للعالمية، في احنا وصلنا لها العالمية باش نرجعوا لها؟ احنا وصلنا ليش 2005؟ نو مي سي افيمير سي بريكير سي على منتخب الوسط اي سي معناها سي تي اون اون بيرفورمانس افيمير كي نا با او دو لاندمان دايور. هذاك علاش في البطولات العالمية اللي معناها جات من بعد تحصلناش على نتائج كبيرة. ça معناها لا il faut revenir يظهر لي les structures même du handball national في البلاد. Allez voir les clubs comment ils travaillent dans quelles conditions ils travaillent, allez voir les jeunes dans quelles conditions ils s'entraînent. Mais je n'arrive pas pourquoi on ne peut pas اليوم aspirer l'élite mondiale. بالنسبة لسعلي فرحات جبد على الرياضة المدرسية والجامعية. أنا je ne vois pas comment la fédération tunisienne de handball peut intervenir, peut aider à développer le riyad al-jama'i ou le madrasi. Il y a déjà une fédération. Le jama'a, يعني طبعا حاجة كما ذي يعني ترجع بالنظر لوزارة الرياضة ووزارة التربية لأنه يلزم التنسيق يكون بيناتهم. لكن الجامعة زي كيف عندها يلزم يكون عندها حسب اعتقادي الخاص يلزم يكون عندها تصور
لازم يكون عندها برنامج، تكون عندها فكرة وتطرحها على السلطات المعنية وتأخذ معهم يعني أو تتوصل إلى منهج أو قرار أو طريقة كيفاش باش ترجعها الرياضة المدرسية ولا الرياضة الجامعية. يعني هذا شيء يعني ماهوش من نجموش نقوله أنه الجامعة ما عندهاش دخل في الموضوع، لأن الموضوع متعلق بوزارة التربية أو وزارة الرياضة. لازم الجامعة باش تتدخل بفكرة ببرنامج بمشروع بأي حاجة باش نجم ترجع، لأنه من غير هذيك معناها من راش وين نجم نعود ونرجعوا النشاط هذا بتاع الشبان، من النجم ناخذ الشبان. كملت الإجابة خاطر مازال عندك شوية وقت أو في الوقت. أوكي ستار أكيد مع سيدي سنجبر. يعني كساعة حبيت نثمن قبل كل شيء الجو هذا بتاع الحملة الانتخابية، لأن الجو هذا ماذا بينا يتواصل برشا، على خطر كل يوم نقاو فكرة جديدة، وهذا فيه يعني علامة صحة للرياضة التونسية والكرة التونسية بصفة خاصة. إن شاء الله التنافس هذا يتواصل، حتى اللي ما ينجحش يزيد يتنافس باش يولد لنا أفكار جديدة، باش يقعد هو كما المعارضة تقعد تثبت في الموالات شو عملت شو ما عملتش. لذا نشوفوا البرامج القديمة نلقاو متاع 2008 ل 2012، عندي يعني جدول إحصائي للبرامج القديمة والبرامج الجديدة، كان قرر نلقاو برشا ما صارش. مهوش هذا مش ذنب اللي ما صارش، لأن ثم ظروف وثم معطيات يعني عاشتها البلاد، لكن ماذا بينا اللي قدم برنامج يكون صادق الوعد ويتموا معاودش يرجحونا، خاطر الرياضة التونسية عيات من المجمر، ولو أن توا في عهد الميكرووند، لكن المجمر ياسر نجبد من الفريجيدار ونعود المجمر. مهوش معقول هذا، يزمنا ديما أفكار جديدة لأن العالم قاعد يتطور. سي محسن، الأخيين الكل تحدثوا على المنتخب والعالمية وكذا، لكن العالمية أنا ما نجمش ندركها في ظل هرم معكوس، لأن يجب أن نمشي من قاعدة عريضة باش نخلطوا للقمة الصحيحة والثابتة اللي تقودنا للعالمية. القاعدة هذه يسمها العديد من العناصر، أهمها هي بنية، اثنين موارد بشرية وموارد مالية، هذوما باش يكملوا بعضهم، وإدارة فنية اللي هي القاطرة. هل ممكن أنت باش نراوك زادة في طاحونة الشاي المعتاد ونلقاو جامعة بلاش إدارة فنية تلت سنة؟ يعني ناوي باش تعمل كوبي كولي ولا باش تجيب لنا حاجة جديدة؟ لأن المعطيات اللي عندنا هي إدارة الفنية بعد ما خرج السيد العياري قعد 10 أشهر فارغة. وهل يمكن احنا نقولوا التواصل والعالمية وكذا؟ احنا عندنا قداش ستاج ما كنا مريناهش. ستار سؤال يعني على الإدارة الفنية لجامعة كرة اليد، لا سمحني، على الخريطة الرياضة، خريطة اليد التونسية، المنشآت بتاعها اللي غير مستغلة، اللي هي باش تكون لك زاد بشري جديد باش تغذي به المنتخب، وأيضا الإدارة الفنية شنو تصوراته للإدارة الفنية حتى تنهض بجميع المنتخبات باش تكون لنا صفوة المنتخب في العالمية. بارك الله فيك ستار، هذو 3 سؤالات في سؤال. بالنسبة للخريطة، فما قرابة 15 قاعة موجودة في تونس ما فيهاش كرة يد. احنا باش نسعى باش نرجعوا الفرق، باش نعطيهم امتيازات عينية وامتيازات مالية باش يرجعوا يلعبوا كرة يد. بالنسبة لعوامل النجاح على مستوى الفرق القومية، انا نقول السؤال يزمو يتسأل بالطريقة هذه، ما هي العوامل العراقيل اللي خلاتنا نتقاخروا المرتبة 20؟ هذاك شطاني ذهني راه باش نسألك بالطريقة هذيك. بارك الله فيك. انا شو نقول؟ قول عوامل النجاح ما نجمو نعرفوها الا بعد ما يصير تشخيص، لانه عوامل النجاح بصفه عامه يلزم تتكون في مكتب جامعي كفء يجيب الاموال، اطار فني كفء، وقلنا احنا باش نحطوا ديريكتور تكنيك ادجوان للشبان والاناث، ولاعبين اكفاء يتم الاحاطه بهم. يعني هذا الكل كا يوصلنا من سيختار المدير الفني؟ هل انت الاطار الفني كما فعل غير الاطار الفني ستار وفي الوقت سي محسن وفي الوقت. بالنسبه للسؤال هذا، سؤال الثلاثه مترشحين، هل عندكم اسماء واضحه بالنسبه للاداره الفنيه ومدربي المنتخبات الوطنيه؟ سي كريم عندك اسماء حاضره؟ فما اداره فنيه قاعده تخدم، فما مدرب وطني موجود تم تجديد عقده،
مدرب الأكابر. دونك اعتقادي مدرب الأكابر الأمبارت قدم معناتها مطلوب منه وحقق نجاحات لاباس بها في سنتين في أربع في ثلاثة سنوات تقريبا 2009 حاز على زوز بطولات أفريقية، شارك في تطوير منتخب الأواسط وصل به المرتبة المواصلة مع الأمبورت. الإدارة الفنية عندك مدير فني جديد ولا بتواصل نفس الإدارة الإدارة الفنية الإدارة الفنية الإدارة الفنية في البرنامج كونه معناتها باش يدخل فيها هيكل المدير الفني الحالي بدا يشرع في العمل نتاعه وبدا يخدم. المطلوب هو نوع من الاستقرار في الإدارة الفنية اللي ما عرفناهوش في السنوات السابقة، لازم شوية استقرار مع تدعيم الإدارة الفنية مع حل المشاكل. اسمع سعلي فرحات، عندك اسم مدرب وطني جديد، عندك حاجة، عندك أسماء حاضرة باش تكون حاضرة معك؟ موجود بعض الأسماء. شكون؟ بعد 15 أبريل في الإدارة الفنية؟ بعد 15 أبريل مش بعدك نقول عليه بعد 15 أبريل. بعد 15 أبريل تسرع، ما لازمش تقول على الاسم توا. علاش؟ سي محسن، احنا ما عندنا حتى أسماء حاضرة، ما نجمو نفكروا في أسماء إلا ما ندخل الجامعة ونعملوا تشخيص العلة والدواء. واضح. هذا كان الموضوع الأول. السؤال الأول اللي كنا طرحناه كيفاش نعيدوا كرة اليد للعالمية. السؤال الثاني اللي كنا طرحناه على الثلاثة رؤساء القائمات هو أي خارطة العناية بالشبان والترفيه بعدد المجازين، يعني نشر كرة اليد في تونس. تابعوا كيفاش كانت إجابات رؤساء القائمات. هو أنه بعث أقاليم جديدة مثل الجنوب الشرقي والشمال الغربي، وخلق نواة لممارسة كرة اليد في هذه الجهات، وتوفير مناخ سليم للتسيير لاستقطاب المدعمين لاستقطاب المستشهرين لهذه الرياضة، لأنه أي مستشهر أو مدعم لهذه الرياضة لما يلاحظ أنه فيه نقائص أو فيه عيوب في التسيير أو فيه العبث بالمال العام، يعني أنه باش يتقلص الدعم المادي، وهذاك باش يأثر على وجود أو تواصل الفرق، خصوصا الفرق الصغرى اللي باش تتعب وتوصل يعني للزوال كما صار معناها في الماضي. عندنا خطة كبيرة رسمينها، الهدف متاعها تحفيز الفرق الشابة، مثلا نعطيك بعض الأمثلة منهم: تمكين جميع أصناف الشبان بعدد من الكرات مجانا، تمكين جميع الأندية حديث البعث من أزياء مجانا، تفعيل دورات كرة بدون توقف، مسابقة أحسن لاعب في كل الأصناف، تمكين جميع اللاعبين واللاعبات من بطاقة لاعب شاب، وذلك لتمكينهم دخول جميع الملاعب والقاعات مجانا، بعث مراكز تكوين جهوية جديدة في الجنوب وفي الشمال وفي أي مكان راول نجم تعطينا لاعبين أكفاء في كرة اليد، بعث مراكز تكوين جديدة وتعصير كذلك المراكز الموجودة، انتداب فنيين لمختلف المراكز أكفاء، مساعدة الفرق ماديا في صنف الأصاغر والصغريات بجزء من جراية ممر الأصاغر والصغريات، الترفيه في عد الفرق المستهدفة بالاتفاق مع سلطة الأشراف، تخصيص جائزة أحسن لاعب وأحسن لاعبة للشبان والشابات في كل موسم، إعفاء كل الفرق وخاصة اللي عندها مشاكل مادية وفرق صغيرة من خلاص تكلفة جميع المطبوعات واللي فيها حقوق الجامعة من نقل عادية إعارة إلى آخره. أنا هدفنا الترفيع في عدد الفرق، لأنه في 2008 كان عندنا 102 فريق، اليوم عندنا 89. يا خيبة المسعى، عندنا يمكن قرابة 12 ولا 15، ما بين 12 و15 القاعة موجودة بدون فرق، وهوني هدفنا باش نحفزوا الفرق. ملف الشبان هو اليوم من الملفات الكبيرة والمطروحة على كرة اليد التونسية، ولابد من معالجتها بطريقة علمية وبطريقة في العمق. أولا ما نقترحه هو
انتداب اولا فني في كل ولايه, يكون دوره انتقاء الشبان من المدارس والمعاهد في اطار برنامج مع الجامعه الوطنيه للرياضات المدرسيه والجامعيه, وضع اللاعبين دوما على ذمه مراكز النهوض, كذلك مراجعه صياغ اسناد منح هذه الانديه المستهدفه. لابد ان ما عادش نعطيه كما حاليا الاموال هذه مباشره للانديه ونعطيها في شكل خلاص مدربي الاصاغر والاوسط وفق معناتها معايير مضبوطه وفق عقود تربطها بالاداره الفنيه الوطنيه اللي تنجم تراقبها وتنجم تراقب فيش قاعده تعمل وفيش قاعده تدرب. كذلك ترفيع في مراكز التكوين, لابد ان يكون عندنا اليوم مركز التكوين في كل جهه مش مركز ولا اثنين كما هو الحال اليوم, لابد ان نرفع في العدد تاع مراكز التكوين. بالتوازي مع هذا لابد من تقريب هيكل الجامعه اداريا من الانديه, وفي الاساء وفي الاتجاه هذايا سوف نحدث رابطتين, رابطه في الشمال والشمال الغربي تقريبا في باجة او جندوبه, ورابطه اخرى في قفصه. هذايا باش يمكن الانديه من الاقتراب اكثر للجامعه, باش يكون فما مستشار فني جهوي في كل رابطه للانتقال لتنسيق اعمال مراكز النهوض وتقريبها من الانديه, وهذايا باش يساعد كل هذا كيف يتطور يساعد على الرفع في عدد المجازين. ومع العلم انه الرفع في عدد المجازين ماهوش غايه في حد ذاته, لانه احنا نبحث على جوده اللاعبين مش على العدد. نجم يكون عندك 20,000 مجاز وما يكونش عندك النوعيه اللي تحب عليها, فالموضوع هو موضوع جوده في العمل. لابد من كما قلت مراجعه منظومه تكوين الشبان حتى تكون معناتها اكثر فاعله. كانت هذه إجابة ثلاثة رؤساء القائمات على السؤال كيفية نشر كرة اليد في الجمهورية. بالطبيعة باش نسأل سؤال باش يكون موجه من زملائنا الصحفيين للثلاثة رؤساء القائمات في نفس الموضوع. توا نبداو بسي لطفي لارقط بعد ما كان لورسي سلاح, بعد باش تبعوا باش تفهموا العملية علاش لورسي سلاح, بعد توا الترتيب يولي سلوتي في الموضوع الثالث باش يولي سي الستار. دونك سلوتي تفضل تختار أحد رؤساء القائمات باش تسأل سؤال في الموضوع هذا. شكرا. باش نسأل سي محسن, أنا قال كونه من بين الأساليب اللي بشي يعتمدها في صورة ما يصبح رئيس جامعة هي تحفيز الفرق الشابة ومجانية الأزياء ومجانية أنا فشاتي برشا بزيور أد يقوليو كلاب سيبونسيون وكلك سرط. حبيت نعرف إمكانية نمشي جيبها. واضح السؤال. بارك الله فيك لطفي. الإمكانيات احنا لما فكرنا في التحفيز فكرنا في تحفيز الفرق حديثة البعث باش نعطيها أزياء. اثنين بالنسبة للفرق الصغرى إناث وذكور باش نساهموا في جراية ممرين الأصاغر والصغريات. تقول لي الأموال, احنا عملنا حساباتنا واحنا عاملين على مستشارين من داخل الجمهورية جدد ومن الخارج اللي الهدف متاعهم باش يعاونونا كما عاونوا الفوت وتحصلوا على العديد من الأزياء وتحصلوا على العديد من التربوزات خالصة, احنا وعدونا باش يعاونونا في هذا المجال. نزيد نحب نطمنك اللي المسير في الجامعة التونسية كل كلد يزم يلقى الأموال وقت اللي أموال سلطة الأشراف والمستشارين ما تجيش, يعني باش دواليب الفرق القومية ودواليب الجامعة ما تقفش, يعني هذا المسير الصحيح. اما يدي يستنى الاموال خاطر تنجم الاموال بيجيش في وقتها. وفات الوقت ستار, تنجم تسال سي علي ولا سي كريم. شكرا سي كريم. حبيت اللي شد انتباهي هي كلمه قلتها انت تو في العرض نتاعك, عرض حلو لا محاله, لكن فيه كلمه من رش قلت الغايه ليست الترفيه في عدد يعني المجازين وانما يعني تحب انت الجوده. صحيح انا معاك في الجوده, لكن بلاش ترفيع عدد المجازين ما تنجمش تكون عندك جوده, ما تنجمش تكون عندك الكم هو اللي يفرز الكيف. هذا الاول. اثنين الكم هذايا كيفاش انت تنجم توصل له وقت اللي عندك يعني الخريطه نتاعنا مختله وانت تعرف هذا اكثر مني, عندك 15 قاعه ماهيش يعني موظفه لفيت كره اليد. ايضا الرياضه المدرسيه اللي غابت على برنامجكم الانتخابي
وده يمكن أضفتوه الطوى ثلاثة الفلوس. طوى قاعدين نشوفه خطر الفلوس هي قوام الأعمال، مال قوام الأعمال. أنتم ما ثماش إثراء للمشهد اللي تجيبوا منه الفلوس بخلاف المسمع. سؤال ستار، سؤال 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 مباشر واضح سي كريم. الكم قبل الكيف اللي يحب عليه هو، كيفاش يخلق لنا الكم مدايا؟ الكم واضح سي كريم بالنسبة للسؤال. قلت أنا عدد المجازين الترفيع فيه يكون هو نتيجة، سيتوي كونسيكونس. تبقينا مش فورسيمون الترفيع في عدد المجازين مش يعطيك معناتها كاليتي ميور، مش العلاقة ماهيش وطيدة. احنا البرنامج هو بعث، أولا بعث رابطات، زوز رابطات اليوم سيتوي نيسيسيتي أبسولو، يفرضوا نفسهم في الشمال والشمال الغربي وفي قفصة. قفصة احنا بعثنا إقليم منذ سنتين، الآن جاء وقت باش يتطور، بدأ يكون في الحكام، جاء يتطور يولي نواة متاع رابطة جهوية غاديكا باش تساعد الأندية متاع الجنوب. أنا تنقلت لغاديكا وشفت معناتها الحاجة متاعهم للشيء هذايا. كذلك في الشمال رابط تونس كبيرة برشا، لابد أن نقصها في زوز باش نقصوا التنقلات على الجمعيات وخليهم يلعبوا مع بعضهم، وهذايا باش يساهم في دفع هاللعبة هذية في الجنوب والجنوب الغربي وأيضا في الشمال والشمال الغربي. يزم الهدف كونه فريق منهم على الأقل يكون في النخبة، وإذا يساعد على تطوير عدد الجزائر. هذا بالنسبة لإجابة ستار. سي كريم، سي سلاح، وبتبيع معك سي علي فرحات. سي علي، باش نسألوا أولا نحب نقول اللي معناتها الملاحظة العامة كونوا في البرامج متاع تنمية ونشر كرة اليد عندها في أصناف الشبان ما نلقاش تم تقريبا غابة الرياضة النسائية وكرة اليد النسائية في ثلاثة برامج، ولو أنه ثم إشارات معناتها ضمنية، ولكن حبيت ويريت وكان في البرامج يكون ثم برنامج خاص لتنمية كرة اليد النسائية عبر أصناف الشبان. والسؤال متوجه إذن لسي علي في هذا الإطار، هل لديكم برنامج معناتها عملي للرفع في العدد المجازات، خاصة وأنا نعرف سي علي اللي في ضمن قيمتك عندك زوز مناضلات تبارك الله معناتها من خيرة ما أنجبت كرة اليد النسائية وهما يضلوا فهيمة بن شريفة وهنا واضح السؤال. تفضل سي علي. هو رياضة كرة اليد النسائية فكرنا فيها أنه أولا وبالذات يلزم أن نحط قسم في الإدارة الفنية قسم يعتني بالرياضة النسائية. قبل ما نوصلوا باش نحكيوا على يعني إعادة الاعتبار أو تنمية الرياضة النسائية في أصناف الشبان، هذا اللي خممنا فيه أنه قسم في الإدارة الفنية اللي هي موجودة توا يعني يعتني بالنساء. اثنين، مشروع متاع بعث رابطة وطنية تعتني بإدارة شؤون البطولة النسائية، ثم إجراء اتصالات، لأنه نعرف أنه عديد من الفرق النسائية اللي زالت واضمحلت من فرق كبيرة من نوادي كبيرة، باش نعملوا مع الأطراف المعنية الكل يعني كيفاش نحاولوا باش نرجعوا الرياضة هذه وكيفاش نكثفوا في عدد المقابلات البطولة، لأنه منعش يعملوا في عام في سنة يعملوا في 8 مقابلات أو 9 مقابلات مش كافي في الوقت. واضح بالنسبة للإجابة نتاعك. وتوما حكيتوا على الرياضة كرة اليد النسائية والواقع نتاع كرة اليد النسائية، نستدعكم رؤساء القائمات أيضا جمهور كرة اليد باش تابعوا لتقرير هذا وضعية فريق الأولاد حافوز لكرة اليد النسائية، تابعوا لتقرير هذا. كرة اليد النسائية تجري لها مدة وراء البطولة الإفريقية وتسجل حضورها لا غير في البطولات العالمية، والحالة هذه ما تنجم تكون كان نتيجة حتمية للظروف اللي تعيشها الفرق النسائية. جمعية نسائية بأولاد حفوز منبع للشابات اللي تحديوا كل الصعوبات من أجل لعب كرة اليد، لكن للأسف ما تلهي بهم حتى حد. نتنقلوا باستمرار نلعبوا ذهابا وإيابا، مثلا في مبارياتنا الكل نلعبها في سيدي بوزيد أو في المكناسي، هذا يكلفنا معناها يكلفنا حوايج معناها مادية، بالإضافة إلى أن تبقى جمعيتنا معناها غير معروفة في بلادها، معناها فيها أولاد حفوز وهكذا ما نجموش نطوروا مادام ديما يلعبوا البرة ما يتعرفوش.
هذه هي القاعة الرياضية بأولة حفوز، عفوا التسمية هذه لا تجوز لأنه ما يختلفوش اثنين أنه هالقاعة غير صالحة للرياضيين، خاصة كي يتجاوز عددهم 40 في نفس التمرين، هذا بالإضافة إلى مشاق التنقلات اللي يتكبدوها الشابات للعب في قاعات تخلي الحضور البدني ينهار باللعب ذهابا وإيابا خارج الديار. شفتوا العدد معنا مازالوا برشا بنات اليوم بحكم قرايه، فما شكون تروح بعيد، فما شكون ليفكتيف بلو غران كو سا معنا، وكاو نحاولوا اقصى مجهودنا معهم باش نخدموا. كاو مشكلتنا قاعه تحل برشا حاجات معنا، تخليك حتى تنسى ظروف الاخرى معنا، اذا كان ما تلوج على فلوس وتلوج اذا كان تحب الهوند بتلوش على الامور هذه. اللي ولاد حفوز تفتقد للثروات لكنها عندها طاقات يخليها منبع متاع لعبات ينجموا يكونوا في المستقبل دوليات لو توفرت لهم الإمكانية. ظروفنا ياسر تعبة، حشتنا بقاعة ما عندنا حتى مطلب آخر، على خطر نعاني وبرشا لهنا، مثل عندنا ماتشويت نمشوا من هنا البوزيد باش نلعبوا الماتش، ما معناها نحبوا قاعة وكهو، هذه المطلب الوحيد متاعنا. منطقة شبه منسية نجم تقول، معناها احنا ما نطلبوا حد شيء، نطلبوا عنا كل شيء الحمد لله يا ربي، معناها اعطانا ربي الموهبة واعطانا كل شيء، نطلبوا جيست قاعة معناها باش تشجعنا أكثر يعني باش نتواصلوا في الرياضة هذه. والمطلب الأساسي هو نأسس قاعة جديدة، عنونا قاعة على خاطر قاعة هذه صغيرة برشا، وراح نمشوا على جال الماتش من هنا تجيبوا إن شاء الله يعني يا رب يتبلغ وصولنا، خاطر ما أنت ناقصين كان قاعة كما تشوفوا قاعة صغيرة برشا، حبوا نلعبوا في بلادنا كذا اللي عادنا ماتش. كرة اليد التونسية على أبواب جلسة عامة انتخابية، وما هوش مهم اسم القائمة اللي باش تفوز قدر أهمية الاعتناء بالفرق اللي كيما ولاد حفوز. هذا تقرير كان لقيس الفريني وواقع جمعية كرة اليد النسائية بأولاد حفوز، واقع حقيقة من حقائق كرة اليد ومشاكل كرة اليد النسائية، شيء بصراحة يحمم القلب. لكن حاجة اللي تفرح نترى الصغيرات يحبوا يلعبوا كرة اليد، هذا مؤشر مهم وبطبيعة واضح التقرير وموجه لشكون للرئيس القادم إن شاء الله لجامعة كرة اليد باش يلقى لهم إن شاء الله الحل ويتلقى الحل لكل تقريبا مشاكل كرة اليد النسائية. فواضح فما تأثر في البلاتو من خلال المشاهد. ستار عندك تعليق؟ والله شو تعليق، واحد يصعب عليه بشي يعلق، لأنه شيء هذا مزري، شيء هذا ما يشرفش تونس، وشيء هذا ما يشرفش الرياضة التونسية بصراحة. لأنه لما ترى هدر المال العام بشكل من الأشكال وما يتوظفش للوليدات هذوما بصراحة يدميه يبكيه بسلام بصراحة. وأنا أقول اللي تو سامبلمون القاعات في العهد القديم كانوا يتعاملوا لاعتبارات سياسية وليست لاعتبارات رياضية. اليوم قاعة من نوع هذا 100 مليون تكفيها باش تولي قاعة محترمة جدا وتلعب معناتها الشبان كوم الفو. وسمعت مش لازم نذكر شكون واحد من رؤساء القائمات يحكي على الموضوع هذا في مناسبة بمناسبات، معناتها قبل كانت القاعات بالمليارات ولا تسوى شيء ولا توظف. قال سي محسن ثم 15 قاعة غير موظفة، يمكن أيضا هي في نفس معناتها الظروف كقاعة من قاعة أولاد حفوز اللي هما مناضلين. معناتها ان شاء الله الجامعه والوزاره وزاره الاشراف معناتها تهتدي لحلول كي تبني القاعات نتاع انترينمون نتاع 200 مليون مش نتاع زوز و3 مليار دوات ما حشناش بهم، نتاع 200 مليون في جميع البلدان هذوما والمدن هذوما حتى حقيقه نوفر فرصه للشبان هذوما والشابات كي يمارسوا كره اليد. واضح سي سلاح. ناخذوا راي رؤساء القائمات. اللي سي كريم طلب الكلمة دونك نمشي بالترتيب اللي قلنا عليه، تفضل سي كريم. أنا القاعة هذه مشيت لها زرت القاعة هذه، وهذه ماهيش قاعة، هذه ليست قاعة رياضة، لا تتوفر فيها أي شروط، هي نص قاعة اللي ريتوه هذاك كاج واحد، معناتها ما تنجمش تلعب كونتر أتاك، تلعب ديفونس أتاك، ما فيش دو كاج، فهمني؟ هذه معناتها أنا نطلب للتاريخ، هذه مهزلة من المهازل اللي كانت تصير في السابق، نطلب تحقيق معمق كيفاش تم تصميم هالمنشأة الرياضية اللي تصنف القانون المنشأة الرياضية وكيفاش تبنيت وكيفاش تمت الموافقة عليها من أطراف الكل
فهمتني؟ اللي اليوم عندنا معناتها بنايه بالحجم هذا ما تصلح لحد شيء. في برنامجكم عندكم حل للخزائن الكريم؟ بالطبيعة لا، حتى اللي قال سلاح بمئة مليون إضافية حتى شيء معناتها ما تنجمش تتصلح. أنا اليوم أنا أقول لابد أن تتغير نظرتنا للمنشآت الرياضية. تونس يزم اليوم ما تمشي في توجه آخر، وزارة الرياضة يزم تمشي في توجه آخر أكيد. قاعات الأحياء لي سال دو كارتي اللي تكلفوا شوية فلوس ولكن يحلوا برشا مشاكل. وزارة التربية في كراس شروط بناء المعاهد والمدارس يلزم لي جيمناس، فهمني؟ كل مكتب يتبنى يلزم فيه هول تاع سبور، وذاك يستغلوه الأندية المدنية باش يخفوا على روحنا شوية. أما اليوم القاعات ب 2 و 3 مليون دينار راهو ما عادش تنطلي على حتى حد وما تنفعش الرياض. واضح سالي. أنا فيما يخص المنشآت الرياضية عندي رأي معناها مخالف شوية، لأنه حسب اعتقادي أن المنشآت الرياضية اللي تبنات في كامل تراب الجمهورية كانت كما قال سي صلاح أنه مسيسة على خلفيات سياسية. كان من الأجدر نعطيكم مثال، وهذا النجم معناها نفهموه بسرعة. إذا اعتبرنا أنه قاعة رياضية قاعة مغطاة التكاليف متاعها في حدود 2 مليون دينار، إذن معناها في البرنامج نأخذ ثلاثة قاعات بستة مليون دينار في ثلاثة جهات يعني قراب لبعضهم. أنا الحل الأنجع هو أنه نبني قاعة واحدة بالمدارج هي متاع اللي نعمل فيها المباريات باثنين مليون دينار، ويتبقى لي أربعة مليون دينار اللي نجم نعمل بهم عشرة أو 15 قاعة متاع تمارين. وذاك هو المشكل اليومي متاع أي فريق، لأنه يعاني يوميا كيفاش باش ينظموا أوقاتهم، كيفاش باش يتمكنوا مختلف الأصناف باش ياخذوا وقتهم ويتمرنوا في اغلب الاوقات. من الوقت تقريبا تكلمت قد سي كريم. سي محسن عندك تعليق في الموضوع؟ موافق سعلي في التوجه بتاعه، ونزيد نحب نقول انا عاجز على ذكر تاثري باللي شفته وضروره الاسراع بالتنسيق مع سلطه الاشراف لنجده هذا الفريق في اسرع وقت. انا نتصور الفريق هذا اللي يتمرن في اولاد حفوز ويلعب في سيدي بوزيد، يعني الميزانيه بتاعه الكل ماشي في التنقل، مازال يفكروا في، نتصور أن هادم الناس مناضلين في كرة اليد، وحاجة أكيدة جدا باش ننكبوا لدراسة مثل هذه الفرق اللي قاعدة تعاني. إن شاء الله تأثركم يكون وقت اللي واحد منكم إن شاء الله باش يفوز بانتخابات الجامعة، التأثر يتبقوا على الميدان وبالحق يكونش كلام قاعد في البلاتو، يكون بالحق أعطيتوا إضافة لليد التونسية. ما زلنا مواصلين معكم للسؤال الثالث، والموضوع الثالث هو الموارد المالية لجامعة كرة اليد ولكرة اليد. هذه كيفاش كانت إجابات رؤساء القائمات؟ يعمل جاهدا لتوفير الموارد المالية لما المبالغ اللي باش تجيه من سلطة الإشراف ولا من عند المستشارين ما تتوجدش في حينها في وقتها. يلزم دواليب الجامعة ما تقفش وتربصات الفرق القومية ما تقفش. احنا فكرنا في الموضوع هذا جيدا، وفكرنا باش نبعثوا إدارة كاملة تهتم بالاستشهار والتسويق لتنمية موارد الجامعة. كما فكرنا واحنا الاتصالات جارية لإزداد مستشارين جدد لجامعة التونسية كرة اليد من داخل تونس وخارجها. نفكروا زادة في تأمين النقل التلفزي لبعض مقابلات الإناث لتنمية موارد الجامعة والفرق النسائية، باش نحاولوا ننسقوا مع قناة الراعية لبرمجة المقابلات المتلفزة منذ بداية الموسم لتسهيل عملية التسويق والاستشهار، باش نحاولوا إعادة النظر في العقود المبرمة بين الجامعة والمستشهرين، والهدف منها إعادة مناقشة العقود وتخصيص جزء منها لمساعدة الفرق ماديا. كما النقطة هامة جدا هي ترشيد نفقات الجامعة، لأنه في ترشيد نفقات باش يكون فيه فوائد في فاضل، تنجم تستغلوا الجامعة في الفرق القومية، تنجم تستغلوا لإعانة الجمعيات النسائية ولا الفرق الشبان. هذه
تعرف الموارد المالية للجامعة والأندية هي مربوطة بجودة المنتوج اللي نقدمه فيه. كرة اليد التونسية اليوم أصبحت محل متابعة من طرف الشركات الاقتصادية وعن عديد المستشارين تقليديين اللي تقريبا 10 سنوات و7 و10 سنوات وما يتعاملوا مع الجامعة بصفة مسلسلة، وهذا عنوان تعثيقة لابد أن نعزز هالعقود هذه خاصة في الظرف الاقتصادي الصعيب هذا اللي نمر به. ثانيا لابد أيضا من 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 ترفيع كما قلت مستوى البطولة، من تقديم منتوج طيب حتى نرفع في مستوى عقد البث التلفزي باش نسمة تدفع لنا أكثر فلوس، وبالفلوس هذيك نصفها أو أكثر وكلها ترجع إلى الأندية. ما يلزمش نعطي وعود في الكاذبة، ما يلزمش نكذبوا على الناس. الوضع الاقتصادي في البلاد صعب وصعب جدا، يطلب منا مجهود مضاعف، يطلب منا راهو الرياضة استثمار ماهيش معناتها هيبات باش تجي شركة تدفع هيبة لكرة اليد، لازم تعملها مرة مرتين، ولكن لابد أن يكون المنتوج نتاعنا اللي نقدمه فيه من مقابلات من منتخب وطني. نتائج المنتخب هامة وهامة جدا، هي القاطرة اللي تجبد وراها معناتها الرياضة هذية وتخليها معناتها محل طلب مع المستشارين. نحن نفكر في عديد الحلول، لابد معناتها مثلا خممنا احنا في البرنامج نتاعنا باش نعمل شبكه نتاع رهان رياضي تخص مقابلات الرياضات الجماعيه بس اثناء كره القدم، كره الطائره، كره السله وكره اليد، هذه مداخيل اخرى، افكار العديد من الافكار. المهم في كل هذا هو تمكين الانديه من اكثر ما يمكن من موارد، خاصه الانديه في اختصاص التكوين، انديه الفتيات هذايا اللي ماشيين له. ايضا الميزانية المخصصة لكرة اليد على مستوى وزارة الرياضة لابد أن نراجعها. اليوم كرة اليد تحتل مكانة لا تتماشى مع الميزانية المخصصة لها. الموارد المالية باش نطورها في الجامعة أولا معناها يعني يلزم العلاقات وقيمة ونوعية يعني الأشخاص اللي باش يقوموا بالدورة ذا، يجب يكون عندهم حضور، يجب يكون عندهم نفوذ، يجب يكون عندهم تأثير على المدعمين. هذه من ناحية. من ناحية أخرى كما قلت لك معنا يجب يكون من ناحية أخرى يجب يكون ضمان تاع حسن تسيير أو حسن استعمال المال ذاك، ويلزم اللي المدعم أو المدعم خاصة يجب يرى ويلمس أنه هذا الدعم المادي يعني مشى في بلاصه ورجع بالفائده لكرة اليد، ما يمشيش المصالح ذاتيه او الجهات اخرى. كان هذا راي الرؤساء القائمات الثلاثه بخصوص موضوع التمويل، عطاو الاراء نتاعهم بطبيعه الاجله موجهه من طرف زملائنا الصحفيين الحاضرين معنا. توا البدايه بتكون بسي طار، تختار شكون من ثلاثه رؤساء القائمات. سي كريم، شدوني ثلاثه ملاحظات في الكلام نتاعو، حلوين ياسر. ترشيد النفقات حلوه ياسر، كلمه الترشيد، ثم الهبات لا، وحلو ياسر زاد كلمه الهبات لا. انا منطلق السؤال نتاعي هو ما تم الترويج، اي سي كريم، ما تم الترويج الوثيقه هذه فيها دعوه للجمعيات باش تجي تبات في الاوتيل للجلسه العامه، يندرى هذا ترشيد نفقات ولا لا، وهذا يندرى هدر المال العام ولا لا، وهذا يندرى ينمي موارد الجامعه ولا لا، ويندرى هذا الفلوس هذايا اللي كنا نجم نستحفظوا بهم ونعملوا بهم استاجات الصغار ونعملوا بهم صاله وننميوا بهم ولاد حفوز. نقول لكم ارفعوا روسكم يا ولاد حفوظ، سؤال ستة، اذا الفلوس هذو ما تجيكم الوثيقه هذيك شنو فيها في السؤال نتاعك؟ الوثيقه علاش تمرت؟ الوثيقه هذه علاش تمرت؟ لانه هو امتداد للمكتب الجامعي الحالي. سي كريم، هذه الدعوات هذه هالاستضافه هذه للفرق هذه مش تجي تصوت، لا هذا في البرنامج الانتخابي نتاعو سيدي، هذا في البرنامج الانتخابي نتاعو، هذا مصح عليه رئيس الجامعه سي المهدي خواجه اللي هو في القائمه نتاعو. نعرفش نطرح نجم خاطي السؤال، نجم تجاوب في 10 ثواني على التعليق هذا، لكن السؤال نتاعنا هو التمويل. تفضل سي كريم، الحق الراي. بون، من الحق سي طارق يسال اللي يحب، سي نورمال، ولو انه السؤال هذا خارج موضوع نتاع الجلسه هذه. انا هوني كمترشح في لب الجلسه العامه، انا هوني كمترشح كرئيس قائمه مترشح نجاوبك على الوعد. بون، المراسله هذه اول مره راني اراها، تبقينا تعرف الجامعات الكل
بمناسبة جلسة عامة تقترح على أندية خاصة البعيدة توفر لها إمكانية معناتها اللي يحب يرغب في ذلك تتخلص له الإقامة بتاعه. عملته جامعة كرة القدم والجامعات الكل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية اللي في بالها بهذا الكل، معناتها في شفافية مطلقة ماشي بالسر، معناتها مانيش فاهم أنا السؤال. ستار عندك سؤال واضح على مستوى التمويل ترشيد النفقات هذا انا ترشيد النفقات يحكي عليه ترشيد النفقات يتخالف هو اللي يقول هو مضمون الرسالة هذه يتخالف هو مضمون الرسالة. ستار واضح سؤال جواب بعد رسالة تحب نقرا لك واضح ستار. لا 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 ستار لا ستار ستار مش محاسب انا لا لا ستار ستار واضح واضح ستار انا عندنا موضوع تمويل ستار لان هذا مش معقول في عهد الشفافية ستار انا مش نجاوز الموضوع استاذ الاطار ستار نسحب الكلمة تحتفظ بالإجابة سي كريم تو الكلمة موجهة لسي سلاح نجم نسأل سي كريم وسي محسن لا سي كريم لا تفضل سي كريم سي محسن قانون اللعبة لا 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 سؤال ما تم اقتراحه دونك شكون شكون سي سي عليه ولا سي محسن سي محسن سؤال متوجه لأنه هو اللي قال كلمة ترشيد النفقات أول ما ذكر كلمة ترشيد النفقات هو سي محسن طاهر وعلى هذاك نحب نسأله كيف يمكن ان معناتها ترشيد معناتها النفقات ومعناتها حسن التصرف في مال الجامعه وهل عندكم نيه نتاع معناتها اضفاء الشفافيه المطلقه على معناتها التصرف في مال الجامعه واعني بذلك تعرفوا اللي توا معناتها وكنت حبيت نتوجه بالسؤال للسي كريم لانه معناتها عنده فكره فعلى الموضوع ولكن سي محسن ينجم يجاوبني تحكي على الشفافيه سي سلام ايه اليوم لا لو تسمح اليوم رئاسه الجمهوريه في السيت نتاعها في الموقع الويب نتاعها تلقى حتى فاتوره الضوء سي سلام نربحوا الوقت سي سلام رئاسه الحكومه أصدرت معناتها برنامج الميزانية متاحة سيسليح واضح على الموضوع في الموقع سيسليح مش هل هناك كمية في هذا الاتجاه من طرف الجامعة واضح تفضل سيسليح لو فيك سيسليح احنا من أهم المحاور اللي ركزنا عليها هي إعادة هيكلة الجامعة في إعادة هيكلة الجامعة حطينا باش نعملوا مانيال دو بروسيدور and job description كيف يكوا الهدف منهم الكليكا هو إطفاء الشفافية المطلقة على كل التعاملات مع الجامعة ومن طرف كل المتداخلين بخصوص ترشيد نفقة الجامعة لما نعملوا كراس شروط في خصوص مع المتداخلين يعني هوني رشدوا نفقة الجامعة وإحنا في حسن تصرف أنا خدت عهد على نفسي لما نيش بش نبعث لسلطة الإشراف تقرير مالي كل 3 أشهر مالا كل شهر يعني عندي شهر جانفي عندي حتى الآخر فيفري بش نبعث التقرير مالي في شفافية مطلقة بعد مصادقة المكتب الجامعي. واضح. تعدوا السي لطفي وسؤالك للسي علي فرحات لأنه سي محسن خذوا شوية وقت من الوقت نتاعو دونك وفاء. تفضل سي لطفي وعندك السي علي فرحات. والله قبل جو فودغي فير اون بوتيت اوبسيرفاسيون على اللي رينا في ولاد حفوز. راهو بالعكس سي ان موتيف ديسبوار كي نلقاو معناها اوتون دو جون في كي براتيك لو هاندبال دون دي كونديسيون كوم سا. سي ان موتيف ديسبوار ومش حاجه اخرى سؤالك السؤال ما كيسيون سي علي هو الي كونكريت ان فيت كي بو كونسيرني معناها لي 3 كانديدا مي برينسيبالمون بويسكو جو نبو بوزي ما كيسيون كا سي علي اسكو فو افي معناها تعرف بالضبط قداش الميزانيه اللازمه اللي لازمها تكون في الجامعه التونسيه لكره اليد باش فريمون تطبق وتنجم تطبق البرنامج نتاعك ابري أنا بالنسبة للبرنامج متاعي صحيح عملنا يعني جرد ما نقولوش أنه جرد يعني صحيح لكن يقرب للواقع بالحاجات يعني أو الإجراءات الاستثنائية أو الإضافية اللي حطيناها في البرنامج بتاعنا الجرد وصلنا أنه يقع ترفيع في الميزانية المعمول بها يعني الجامعة التونسية لكرة اليد في حدود يعني 20 أو 30%.
واضح سعلي جاوبتوا الثلاثة تقريبا، أما حتى حد منكم ملاحظة زي مش سؤال ما جاوبنا كيفاش بيجيبوا عمليا الفلوس، وأكيد نخليه لكم المجال وقت اللي إذا كان وصلتوا وترشحتوا وإذا كان فزتوا في الانتخابات بتبيع القائمة ورئيس القائمة تنتبهوا عمليا كيفاش بيجيب الفلوس جامعة كرة اليد، وبالتوفيق إن شاء الله للرئيس القائمة اللي باش يفوز. أسئلة مباشرة في اللحظات الأخرى تقريبا من البرنامج، سؤال السي كريم، شكون مش تقترح رئيس لجنة تدقيق داخلي؟ يعني نعرفوا المكتب الجامعي يقترح ليس التدقيق داخلي، شكون الاسم الموجود؟ الاسم موجود وهو شكون؟ لا مش نقول لك عليه، قلت شخصية موجود في القانون الاساسي بالفصل 28 قدموه للجلسه العامه في ابانه، شخص موجود ويحظى باجماع تقريبا كل العائله تاع كرة اليد الموسع، وشخصيه مرموقه وان شاء الله تكون تولي المهمه هذه. سعلي رئيس لجنه التدقيق الداخلي، شكون مش تحط شكون مش تقترح؟ في بالي يعني يقع اقتراحه في وسط الجلسه العامه، يعني اي ما الاسم يكون موجود يكون حاضر يكون تصق معه. عندك اسم حاضر؟ عندي اسم. متاكد؟ متاكد. سي محسن عندي اربع اسماء، أنا عندي ثلاثه شركات يعني يستجيبوا للقانون الماليه في تونس، يلزم عندك سعيد تفضل سي محسن. عندنا اربع اسماء وقاعدين نفكروا في باش نختاروا واحد منهم، وان شاء الله نهار الجلسه العامه الانتخابيه نبوحوا باسمه نتعرفوا عليه. إن شاء الله بالتوفيق، مشكور سي كريم، مشكور سي علي، مشكور سي محسن، إن شاء الله بالتوفيق لكم. نهار 15 أفريل موعد تاريخي، موعد هام في تاريخ كرة اليد التونسية. كلمة في لحظة تفضل. كلمة ما عاد فما وقت سلاح، ما عاد فما وقت سلاح، ما فماش حتى وقت. نهاية البرنامج أكيد إن شاء الله نهار الأحد الجاي باش نرجع بتفاصيل الجلسة العامة الانتخابية باش نتابعوها إن شاء الله على قناة نسمة. مشكور سي طاهر ساسي، أيضا سلوت في لرقد كيف سي سلاح بوذينا، شكرا لكم كالعادة. استناوا الموعد القادم على قناة نسمة باش يكون سبيسيال إن شاء الله الانتخابات ونتائج انتخابات جامعة كرة اليد. شكرا لكم.